رجعنا لحضراتكم من جديد. تعالوا بقى ننطلق بالفقرة الخاصة بالطقس والمرور. طبعا الطقس من أهم الأخبار دلوقتي اللي بتفرق معانا كل يوم أول ما نصحى من النوم، نعرف بقى يعني أخبار الشتاء إيه. هل هو شتاء يعني اليوم في برد كتير، ولا في يعني ظهور للشمس؟ ولكن تعالوا نبدأ ببيان درجات الحرارة بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، إنه النهاردة السبت هيكون طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا في الصباح وفي الصباح الباكر أيضا على أغلب أنحاء الجمهورية. من المتوقع كمان أنه هو هيتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد. درجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة في القاهرة الكبرى بتتراوح ما بين 6 ل 7 درجة مئوية، وهتكون كمان في فرص لتكوين الثلوج على قمم جبال سانت كاترين، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى أقل من 0 درجة مئوية. كمان هيشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ويعني وسط سيناء.